كثيرين، لكن القرار الاول والاخير لحكم المباراه ممكن. جول 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 جول، اوه جول، اخيرا اخيرا ياتي من البديل احمد مبارك ويبارك للاتفاق بهذا الهدف والتاهل الى دوري 16. احمد مبارك النجم المتميز وهذا ويسجل بالقدم اليمنى وما بغت تجي، اوه على الكره الماضيه زامر يا سليم، كادت ان تضيع الكرة الماضية، كادت ان لا تأتي بهدف للاتفاق ويستمر مسلسل ضياع الفرص، لكن يأتي احمد مبارك ويسجل الهدف ويحرز الهدف. تمريرة متميزة، تمريرة رائعة من صالح بشير، يبدو انه البديل القادم. نعم، وهدفا لمصلحة الفريق الاتفاقي، واحمد مبارك البديل الناجح. صالح بشير كان بالتمرير وكان زمل زامل السليم، اوه زين المتابعه، والله زينه من احمد مبارك المتابعه، وسجلها بقدمه اليمنى ويحرز الهدف الاول وهدف اتفاقي، وانه واخذه الى دوري 16.